قبلة النازحين، هكذا أصبحت مدينة جرابلس بعد استقطابها لآلاف النازحين القادمين من المدن السورية المختلفة، والذين تسببوا بازدحام سكاني كبير ما لبث أن استدعى تدخلا من المجلس المحلي في المدينة، والذي يقوم الآن بالإشراف على عمليات الإعمار الجديدة. أصبحت مدينة جرابلس مأهولة بشكل كامل للسكان. طبعا هذا الأمر يستدعي منا القيام ببعض الإجراءات من أجل تسهيل عملية بناء التجمعات السكنية. طبعا نحن كمجلس محلي نقدم التسهيلات الكاملة لعمليات البناء، ونقوم بالإشراف على عمليات البناء بشكل مباشر طبعا، ومنع التجاوزات على المخطط التنظيمي. عملية الإعمار استقطبت أهالي المدينة ونازحيها، حيث يقومون بشراء المنازل ومواد التصنيع، فيما أتاح هذا المشروع خلق فرص عمل عديدة للعاملين في قطاع الإعمار والعاطلين عن العمل. جرابلس عم تشهد حركة عمار، نحن عم نشتغل بالصحية، بواري صحية وبواري مي ونجيب، والحمد لله بثبت إنه الحركة ماشية حالها بثبت العمار، الحمد لله الشغل تمام. والبضاعة عم تنباع والزبائن ما شاء الله، والوضع الحمد لله تمام، والأمان صار ثبت فيه أمان، صار في حركة عمار. وتعتبر مدينة جرابلس إحدى أكثر المدن السورية أماناً لتواجدها بالقرب من الحدود السورية، ولخضوعها تحت سلطة الشرطة الحرة العاملة على ضبط الأمان وتقديم الخدمات في المدينة. تحت إشراف المجلس المحلي تعود حركة الإعمار إلى مدينة جرابلس عقب عودة المهجرين إليها واستيعابها لأكبر عدد من النازحين من مدن أخرى. جودي عرش، أورينت نيوز، مدينة جرابلس، ريف حلب الشرقي.